بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس الوزراء للمملكة العربية السعودية، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية ورؤساء الوفود، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولأخي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولحكومة المملكة العربية السعودية على استضافة هذه القمة التاريخية والهامة التي توجت سنوات من الحوار العربي الصيني في إطار منتدى التعاون وعلى المستويات كافة. ونحيي جميع قادة الدول ورؤساء الوفود من الدول العربية والمشاركين في هذه القمة، ونقدر جهودهم المتواصلة في إنجاح هذه الشراكة الاستراتيجية مع الصين. كما يسعدني أن أرحب بفخامة الرئيس شي جين بينغ الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، متمنين لفخامته التوفيق والسداد في تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الصيني الصديق نحو مزيد من التقدم والتطور والازدهار. ونؤكد لكم صديقنا فخامة الرئيس أن دولة فلسطين التي تؤمن بعدالة موقفكم ستواصل وقوفها بثبات إلى جانب الصين لدعم سياستها للصين الواحدة وفي مواجهة الحملات التي تستهدفها في المحافل الدولية كافة. وبهذه المناسبة نعبر فخامة الرئيس الصيني عن عميق شكرنا لرؤيته ولمواقف الصين الثابتة والداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني ولكل ما تقدمه من مساعدات وبرامج تعاون تنموية، وهي لفتات مقدرة لن ننساها شعبنا الفلسطيني. إن هذه القمة الأولى من نوعها لهي فرصة لمد المزيد من جسور التعاون على أساس التبادل الاقتصادي والاستثمارات وفي إطار مبادرة الحزام والطريق، مع التأكيد على الطرق الأربع لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك، ومن خلال التمسك بالاستقلالية والسيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للغير، وبناء منظومة أمنية وتعاون مستدام، وتعزيز التبادل الحضاري وتكريس القيم المشتركة. ونؤكد في هذا الصدد على ما أعلنه الرئيس الصيني بأهمية التعاون في المجالات الثمانية المشتركة في التنمية والأمن الغذائي والصحة والتنمية الخضراء والابتكارات وأمن الطاقة والحوار بين الحضارات وتأهيل الشباب والأمن والاستقرار، والمضي قدما نحو بناء مستقبل وتعاون عربي صيني مشترك. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن بقاء الاحتلال الإسرائيلي جاثما على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية دون محاسبة بعد تشريد أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أرضه منذ أكثر من 74 عاماً، وهم الذين يشكلون حالياً أكثر من 7 ملايين لاجئ، هو أمر يفرض تساؤلات عدة حول جدية النظام الدولي الذي يسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة انتهاك القانون الدولي وإنشاء نظام تمييز عنصري كامل الأركان ومواصلة الأعمال الأحادية والاستيطان الاستعماري والقتل والحصار والتهجير
وهدم المنازل وتغيير هوية مدينة القدس مدينة القدس، وعدم احترام الوضع التاريخي واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وحجز الأموال أموالنا في ظل صمت دولي إزاء ازدواجية المعايير وسياسة شريعة الغاب. هذا النظام الدولي الذي لم ينجح في تطبيق أي من قراراته الأممية نحو الشعب الفلسطيني، والتي تزيد عن 1000 قرار في الجمعية العامة ومجلس الأمم وحقوق الإنسان، لا بد أن يسأل لماذا. إننا نفتقد هذه الأيام لوجود شريك في إسرائيل يؤمن بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة ونبذ العنف والإرهاب، وهي المبادئ التي نحن ملتزمون بها ونعمل بموجبها. وإننا ندعو في هذا الإطار المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية لا تعترف بهذه المبادئ والقيم. وبالرغم من كل ذلك فإننا لن نتخلى عن الالتزام بالقانون الدولي، وإننا نتطلع في هذه الظروف الصعبة أن تواصلوا أيها الإخوة حشد الدعم الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ودعم المساعي الفلسطينية الرامية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين وعلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتأمين الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومنها قرار مجلس الأمن 2002-334، وكذلك قرار الجمعية العامة 181 الذي أخذ في عام 1947 و 194 الذي أخذ عام 1949، وهما القراران اللذان كانا شرطين لقبول إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة، وإلى الآن لم تنفذهما ولم تقبل بهما هذان القراران. لا بد محاسبة إسرائيل، إما أن تقبل بهما أو أن لا تكون عضواً في الأمم المتحدة. كما نؤكد على وجوب الاعتذار والتعويض من بريطانيا وأمريكا للشعب الفلسطيني بسبب وعد بلفور، وعد بلفور هما شريكان فيه، وصك الانتداب، وكذلك الاعتذار والتعويض من إسرائيل عما ارتكبته إبان النكبة من المذابح 51 مذبحة في عام 48 وتدمير مئات القرى الفلسطينية 500 قرية مسحتها عن الوجود وتهجير مئات الآلاف 950 ألف لاجئ من بيوتهم. وفي الختام أشكركم جميعا وأحييكم أيها الإخوة القادة على دعمكم ومواقفكم تجاه فلسطين، مؤكدين لكم جميعا بأننا سنبقى فاعلين في خدمة التعاون العربي الصيني ومساندة دول وشعوب منطقتنا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام ومحاربة الإرهاب في منطقتنا بل وفي العالم. ونرفع بهذه المناسبة تحياتنا لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، متمنين له الصحة والعمر المديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.